يا سلام يا محفوظ، يصور دينك يا اخي، والله بعقد الهاء اول مره تعمل حاجه حلوه من يوم ما رجعت. بص ما دام بعيد عن الجامع اعمل اللي انت عايزه، وعلى راي جحا قالوا له مش عارف ايه في بيتك، قال لهم ما دام بعيد عن مش عارف ايه خلاص. ايه جحا ايه ده؟ وانا ايه اللي بعيد عني وعمير؟ ايه يا عباده؟ ايه يا عبد مش كده؟ وانا عملت ايه يعني؟ هم اللي كانوا هيموتوا بعض من شويه بيعلقوا زينه رمضان مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. عارفه يا فوزية انا حاسس كاني رجعت النهارده، بس الناس ناس طيبين وفيهم الخير. يا سلام، لا فض فوك يا خالي، لا فض فوك. صحيح، بالرغم من انك اتكلمت بالعامية لكن كلامك دخل الى قلبي وتسلل. سلام عليك. كل عيش يا خال، اي سكة يا سكة، كل عيش. فاهم يعني الكلام ده؟ ما كنت سبتهم يموتوا بعض يا خالي، ها على الاقل البلد تنضف. دول الناس جاهلة ما بيفهموش، والقتل حلال فيهم. القتل؟ انت عارف يعني ايه قتل؟ القتل مش حلال في حد يا بنت فوزية، القتل حرام على الكل. والله بقى ده رأيي وانا حرة فيه. كلمي خالك عادل، كفاية احنا مستحملينك. وعلى ايه يا ست؟ هسيبها لكم مخدرة، انا نازلة رايحة الدرس. مخدرة رايحة الدرس؟ ايه التربية دي؟ مش عارف تربي ولادك يا عبادة؟ مش عارف تربي ولادك يا فوزية؟ معلش يا خالة. درس ليلة رمضان؟ ما بكرة الرؤية ماما، النهاردة ليلة الرؤية، يعني رمضان يا بكرة يا بعده. في كل الأحوال هي ليلة مفترجة حيث يحلو السهر والاستذكار. وانت عندك شغل برضه عند المحامي بتاعك ده لحد الصبح؟ لا لا لا، أصل مكتب المحامي بتاعي بيقفل في رمضان بقى، شغل على العيد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. إيه ده؟ محامي إيه ده اللي بيقفل في رمضان؟ يا سلام. وده بس إن المحامي بتاعنا إيه؟ يعني دماغه متكلفة، بيحب يتفرج على مسلسلات رمضان. هنشتغل بقى ولا نتفرج على مسلسلات؟ ها؟ لا، المسلسلات أهم طبعا. طبعا المسلسلات أهم. عبد الله بكرة معلوم رمضان. صيام 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 صيام. عبد الله وطوا صوتكم بقى، برنامج عمرو أديب هيبتدي أهو. مين عمرو أديب ده؟ هو مذيع كويس بس زملكاوي. وزي ما حضراتكم شايفين احنا النهاردة مبتدئين بدري قوي، البلد ما بتهمتش، احداثها كتير. وقبل ما نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، عندنا التقرير بتاع كل سنة، تقرير شوبينج رمضان، الفستق واللزدق والرزدق، وكل واحدة تسأل اي واحدة جبتي حاجة رمضان؟ نفسي افهم ايه حاجة رمضان. وسؤال المهم، انتوا بتجيبوا الفلوس منين؟ ارجوكم ابقوا معنا. بريك. ده سكريبت التقارير اللي جايه. احنا عندنا 7 تقارير يا كريم. اللي عندي 6 بس. طبعا اللي مش جاهز اكيد بتاع الحديد. حد يشوف لنا الشريط ده راح فين يا دكتور؟ حد يشوفه يا جماعه. ايه ده؟ الشريط مش موجود؟ حد يبعت يجيبولي بسرعه. يلا يا استاذ. حد يجيبه يا جماعه. يلا كام داون. ها 5. ماله؟ ما فيهاش غدوده. بس اسمعيني بس يا ست انتصار. لا يا حاج. الله، يعني ايه بقى يا ست انتصار؟ لا يعني لا يا حاج، يعني نو. ولو اعرف يعني ايه بالفرنساوي كنت قلت لك. وبعدين ما تقولي حاجه يا ست حاجه. هقول ايه بس يا حاج يابر؟ هي قالت اللي عندها بقى. ايوه بس ما من ياكل يعني، انت امه واجب عليك انت عقليه. انا عقلي يوزن بلدي يا حاج، وبعدين طولت اللسان دي مش هتجيب حاجه، يعني مش هتجيب فايده. ينقطع لساني لو يطول عليكي، انما اللي انا مش فاهمه بترفضيني ليه؟ فيا ايه يتعيب؟ الله، ده انا جايب لك كل فاكهه الموسم وانا جاي. ماشي يا حاج، انت زي الفل. الله يخليكي. انت زي الفاكهه دي. الله يعزك. بس هنعمل ايه يا اخويا؟ انا ما بفهمش. ما تقوليلي انت مش فاهمه ايه وانا فهمك. لا مؤاخذه يا حاج، انا ساكنه عندك هنا بقالي 3 سنين، يعني يا اخويا لا حسيت في النزله والطلعه انك بتعاكسني ولا عايز تتجوزني ولا بتبص لي. ايه اللي اتغير يا حاج؟ ربك وما يريد. ولا يا ست الحاجه.
ونعم بالله يا حاج. لا أقول لك أنا ياما، من 3 سنين كان متجوز 4 نسوان، لكن دلوقتي في مكان فاضي وعايز يملاه، مش كده يا حاج؟ حتى لو كده خلاص ما فيهاش غضاضة، الله ما دام قادر ماديا وصحيا. طب كلام في سرك بقى يا حاج، أنا اللي معيوبة يا سبتي. ما فيهاش غضاضة يا حاج، معيوبة ازاي يعني؟ بعيد عنك الشر، وش فقر ذكر، ومليش في الطيب نصيب. ارتحت كده؟ لا لسه ما ارتحتش. امال ايه اللي يريحك يا حاج؟ تقولي لي طلباتك يا مزة. يا نسبتي طلبات ايه يا حاج؟ انا ما عنديش طلبات. ايوه انا عندي طلب واحد، ممكن تسيبني في حالي بقى؟ شوفي بقى، لو انت سالتي عن معلم جابر الزندوب هيقولوا لك ده بيوصل للي هو عاوزه حتى لو كان في بق السبع. اه يعني من الاخر كده مفيش بيعه خيبت معايا. ايوه ونفس الطويل طويل قوي. وانت بقى لو سالت عن انتصار هيقولوا لك ان خلقي ضيق ونفسي قصير، والحكاية مش مسألة بيع وشار وعشان تكسب ولا تخسر. وتلاتة بالله العظيم لو ما لمت نفسك ومشيت من هنا لا رعب بالصوت الحياني. ما تعملهاش، ده تهويش. طب انا هوريك بقى اذا كان تهويش ولا ما هوش تهويش. طيبة بنتك دي زي العسل، استنى بينقط شاهد. يعني اصلها يا عالم يا ناس يا هو الحقوني يا ناس يا هو. مالك يا ست نصار؟ جواز من الحاجة جابر السندوب، انا مش هتجوز، ولو ما خرجش بره بيتي اللي انا مأجراه منه هطلب له البوليس، هشق عليه، هوديه في داهيه. اخرج بره، مش عايزاك. دي بتصور ما بقاش غضاضة. الله اصبري كده، بعد ما نكتب الكتاب هيكون السويت للركب. طب عبد الله ما تخش تريح جوه شويه. اي حته بقى جوه ولا بره كله. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده صوت جارتنا اللي تحت. ليه بتتخانق مع حد من الجيران؟ فكك منها يا خالد، وليه يا شرق؟ قضايا عندنا في المكتب ايه؟ بالكوم مرمطانا وراها طول الليل في القضايا يعني. الله، مش ده صوت الست انتصار؟ الله الله ابو عبد الله، لحقت تحفظ اسمها؟ اه يا نمس. نمس نمس ايه؟ نمس ايه؟ نازل فين يا محفوظ؟ نازل اشوف في ايه؟ هي مش الجيران اللي بعضيها برضه ولا خلاص الحكايه دي بقت موضه قديمه هي كمان؟ عبد الله مش خد طول الثلاثه، شوف بقص شوف الخدام بقى، شوف الخدام بقى، شوف الخدام، شوف انت غير شغله تحت يا سلام. هنزل اشوف ايه الموضوع ارجع لك تاني، خلي بالك. استنى انا جاي معاك يا محفوظ. عامل نعم، خش طبق الهدوم اللي جوه. مش خرافه انا يا صاحبي انا، ها تطبيق ودي صرخه صر خراب. في ايه يا ابني؟ مالك انت مش على بعضك ليه؟ انت سمعتي عمرو اديب من شويه؟ وخدتي بالك من شويه برضو من الشريط اللي دخل الكنترول على انه الشريط اللي فيه التقرير الناقص؟ ايوه يا سامح، مالك فيه ايه؟ ما تتكلم. بص يا ولاء، مش احنا كده كده بتحاولين للتحقيق؟ لو رست على كده يبقى كويس، احنا غالبا يا هنترفد يا هنتنفخ، واعتقد ان احنا رفد. هنترفد بس هنترفد. 5 4 3 2. اللي حصل النهارده مصيبه بكل المقاييس، اللي حصل النهارده حذرنا منه 100 مره، اللي حصل النهارده لو اتكرر تاني قولوا على البلد دي يا رحمن يا رحيم. خلينا نشوف التقرير المؤلم اللي معانا ونرجع نعلق عليه. خش بقى بلاش فضايح. نار يا مولا لسه. بس بقى عارف اما نزلت دلوقتي حالا انا هطلب لك البوليس. تطلبوا البوليس تقولي له ايه؟ في واحد جاي يطلب ايدي وعايز لي الرضا ارضى،
وانا بتدلع عليه؟ يا مسيبتي ياما بس معلش ده فاكرني بتدلع عليه؟ اطلع من هدومي يا راجل انت. يا ريت ما فيهاش غضاضه، بس مش دلوقتي، كل حاجه وليها وقتها يا شرس انت. كويس كده هتلم الناس علينا في البيت كمان احسن. خلي الناس تتلم، خلي فضيحه الحاج تبقى بجلاجل. السلام عليكم، ازيك يا ست انتصار؟ يوه سي الاستاذ محفوظ، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محفوظ زلطه، يبقى اللي بيقولوه طلع صح بقى، عشان شافك يا محفوظ يا ابن زلطه. تعيش يا حاج جابر يا اصيل. لا عشان مش مصدقه. خير يا جماعه في ايه؟ صوتكم جاي بالاخر الشارع ليه؟ كويس انك جيت عشان تحضرنا يا سي الاستاذ. ايوه احضرنا يا محفوظ. ما انا جاي عشان احضركم اهو. خير يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ الدم اللي احنا شفناه ده دم مصري. الدم اللي احنا شفناه ده دم طاهر، ما بيفرقش بين مسلم ومسيحي. هو ده الحرام اللي احنا شفناه ده، حرام. ربنا يستر، ربنا يرحمهم ويرحمنا.